نبدأ بصحيفة السوداني ونلخص لكم منها ما كتبه عبد اللطيف البوني في زاويته حاطب ليل والتي حملت هذا العنوان بعيدا عن التعديلات الدستورية. وبما أن الرجل لديه وله بالزراعة والمزارعين فزاويته اليوم تتحدث عن طفرات في التقانة الزراعية وتدريب المزارعين في سيمينار عن التقانة الزراعية رعته شركة سي تي سي. البوني يرى أن هذا السيمينار قدم حلولا متكاملة للزراعة بدءا من التحضير والتقاوي والأسمدة والحصاد، ولم ينسى الكاتب مشكلة الري والتي حد قوله عالجتها الشركة عبر الري المحوري وجعلته في متناول المزارع البسيط بحيث يمكن أن تعمل في مزرعة لا تتعدى 8 فدان وبدون كهرباء. ويواصل الكاتب في سرد ميزات الري المحوري من حيث توفير 70% من المياه والتحكم في الأسمدة والمبيدات وتوفير 30% من مساحة الأرض كونه يلغي قنوات الري والجداول ما دفعه ليقول: تخيلوا معي حواشة الجزيرة وهي تروى بالري المحوري، يا رب تحضرنا ذلك اليوم. ويلخص البوني في ختام زاويته ما خرج به من هذا السيمينار وهو أن القطاع الخاص هو الأقدر على القيام بالنهضة الزراعية المرجوة، وعليه فمن الأوفق أن تقوم الدولة بدور سيادي وترعى الشراكة بين القطاع الخاص وجمهور المزارعين لتحقيق المطلوب في النهضة الزراعية.